السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأعزاء. بناء على طلب صديقي العزيز علي ليث اللي طلب من عندي أنه أشرح موضوع مور سيركل، فأني راح أبدي أصور هذه المجموعة الصغيرة من الفيديوهات اللي تتكلم عن وتحاول أنه تجيب عن هذا الطلب. وحتى ننتبه الموضوع هذا لابد أنه ناخذ فد صورة أوسع عن المشكلة، ونبدي بموضوع اسمه Transformation of Stresses، عملية نقل الإجهادات أو تحول الإجهادات، وهو الأساس اللي يعني تحت ظله تقع دائرة مور، اللي هي تعتبر عبارة عن تمثيل بياني لهذه المشكلة، لهذه البروبلم. طيب حتى نبدي نشرح عن الموضوع، أول فيديو راح يتكلم عن General Equations of Plane Stress Transformation، ونبدي بالشكل اللي موجود بشكل A اللي هو على يسار الصورة، واللي يتكلم عن element متناهية بالصغر مركزها هو O، والذي تمر به كلا المحاور X و Y axis، وهذه الإليمنت المتناهية بالصغر تتعرض إلى set of stresses اللي هي sigma X sigma Y، هذه normal stresses، و shear stress هو tau X Y مثل ما موضح إحنا. الآن السؤال، ماذا لو تم تدوير هذه الإليمنت الصغيرة جدا بزاوية مقدارها ثيتا كما موضح في الشكل اللي على يمين الصورة؟ إذا فرينا هذه الإليمنت بزاوية ثيتا، هل يا ترى هذه الإجهادات راح تبقى على حالها أو تتغير؟ الجواب ببساطة نقدر نحصله في حال لو قمنا بالأمر التالي. إذا أخذنا cross section، يعني إذا كانت هذه الإليمنت مالتنا اللي مرسومة بالحالة A، وقلنا هذا الـ X axis، هذا الـ Y axis، وهذه هي الإجهادات، هذا sigma X وهذا سيجما واي وهذا تاو اكس واي، هذا ايضا تاو اكس واي. طيب في حالة التدوير وريد انه نعرف شكل الاجهادات الجديدة، فراح نقوم بالتالي، راح ناخذ كروس سكشن يميل بزاوية مقدارها ثيتا، هي هاي نفسها الزاوية اللي دورنا بيها، وراح نشوف شكل الإجهادات اللي راح تظهر عندنا. فأرجع راح أرسم الشكل من جديد هنا بعد أخذ المقطع، راح يظهر عندنا هذا المثلث، هذه هي الزاوية ثيتا اللي تكلمنا عنها، وراح تكون عندنا محاور جديدة، هذا المحور عمودي على السطح المقطوع وراح نسميه X prime، ومحور ثاني بموازاة السطح المقطوع راح نسميه Y prime. الإجهادات الأساسية اللي موجودة عندنا مثل ما نتذكر، عندنا سيجما X وسيجما Y، هاي normal stresses، وعندنا shear stress اللي تكلمنا عنه اللي هو tau XY. راح تظهر عندنا إجهادات جديدة، أحدهما عمودي على السطح المقطوع راح نسميه سيجما X prime، والآخر موازي للسطح المقطوع وهو إجهاد قصب التأكيد راح نسميه تاو X prime Y prime. الآن الـ general equations of stress of plane stress transformation اللي نتكلم عنها هي عبارة عن معادلات مهمتها أنه تجد قيمة تاو X prime Y prime سيجما X prime، ومن الجهة الثانية لازم نجد أيضا سيجما Y prime. شلون نقوم بهاي العملية؟ شلون نستخرج هاي الستريسز؟ ببساطة بأنه نطبق معادلات الاتزان، ونخلي ببالنا دائما أنه إحنا مهما تقدمنا في عمق المشاكل اللي دنعالجها في الهندسة المدنية، فدائما معادلات الاتزان هي المعادلات الرئيسية اللي راح نحتاج لها دائما وما نقدر نتخلى عنها. فدائما دائما دائما تذكر هذه المعادلات الثلاث، خليها براسك واشتغل بها كل ما تحتاج إلى هذا الموضوع. طيب نرجع لموضوعنا من جديد. حتى استخرج سيجما اكس برايم راح اخذ سميشن للفورسز باتجاه المحور اكس برايم، بالتاكيد هاي المجموعه لازم تساوي صفر حتى نكون في حاله اتزان. طيب قبل لا ابلش بهالمساله هذه لازم اخلي ببالي فد مساله، هذا السطح المقطوع هذا راح اقول مساحته مقدارها دلتا اي، وعليه مساحة هذا الجزء المقابل إلى راح تكون دلتا A مضروب في ساين ثيتا، والجزء المجاور راح تكون دلتا A مضروب في كوساين ثيتا. تمام؟
تمام. ليش تنسوي هالشي هذا؟ لأنه إحنا ما نقدر نسوي معادلة التزام، ما نقدر نطبقها على ستريسز، إحنا بالحقيقة نطبقها يا إما على عزوم مومنتس أو قوى فورسز. وعليه هنا نحتاج إنه نحول كل الإجهادات اللي موجودة على هذا المقطع اللي ده نشوفه أمامنا، هذا الفري بادي دايجرام، راح نحول هاي الإجهادات إلى قوى من خلال ضربها في المساحات اللي هي اللي تعمل عليها هذه الستريسز، وبالنتيجة راح نقدر نطبق معادلات الاتزان مثل ما كلكم تعرفون. هذا في شيء أكيد يعني بديهي بالنسبة لحضراتكم. خطوة ثانية راح أسويها، راح أحدد اتجاه ثيتا لكل قوة من هذه القوى اللي ده تعمل عندنا، وحتى تسهل علي العمل. فإذا بدينا من الجزء الأيسر، فراح تكون زاوية الثيتا هي هنا، وبالنسبة للسيجما إكس عندنا المحور سيجما إكس هو عمودي على هذا الخط، وهذا المحور الميلان أو القطع هذا راح يكون عمودي عليه، فمعناها راح تكون اتجاه الزاوية ثيتا هنا. نفس الحالة بالنسبة للسيجما واي، راح تكون اتجاه الزاوية ثيتا هنا، وبالنسبة للتاو إكس واي في الأسفل، فاتجاه الزاوية ثيتا راح يكون هو هذا. ممتاز. الآن نقدر إنه نطبق معادلة الاتزان. فراح نبدأ من السطح المقطوع. عندنا باتجاه المحور X عندنا قوة واحدة هي مقدارها الإجهاد سيجما X برايم مضروب في مساحة المقطع اللي هي دلتا A. هذه هي القوة الوحيدة اللي موجودة بهذا المحور. طيب الآن انتقل إلى اليسار. فعندي قوة اثنين، واحدة هي سيجما X وتعمل بعكس اتجاه الموجب للإكس برايم، راح تكون ماينس، وراح أشتغل بسرعة هسه لأنه هاي أكيد أمور بديهية بالنسبة لحضراتكم. القوة هي عبارة عن الإجهاد سيجما إكس في المساحة اللي هي دلتا A كوساين ثيتا في المركبة اللي هي راح تكون كوساين ثيتا. بالنسبة للتاو إكس واي أيضا يعمل بالاتجاه السالب، مقدار القوة تاو إكس واي في دلتا A كوساين ثيتا مضروب في المركبة اللي راح تكون هنا هي ساين ثيتا. طيب ننتقل إلى الأسفل، فراح تكون عندي القوة أيضا اتجاه سالب بالنسبة للسيجما واي في المساحة هنا راح تكون دلتا A ساين ثيتا في المركبة مالتها أيضا راح تكون ساين ثيتا. وأخيرا بالنسبة للتاو إكس واي مضروبة في الدلتا A ساين ثيتا، وبالنسبة للمركبة مالتها راح تكون كوساين ثيتا. مجموع كل هذه القوى راح يساوي صفر. نلاحظ أنه الدلتا A متكررة في كل الحدود، لذلك بإمكاننا أنه نحذفها ما راح تأثر أي شيء عندنا، وبالنتيجة راح تخرج عندنا معادلة بعد إعادة الترتيب راح تكون سيجما إكس برايم تساوي لنا سيجما إكس كوساين سكوير ثيتا بلس سيجما واي ساين سكوير ثيتا بلس تاو إكس واي ساين ثيتا كوساين ثيتا وقبلها اثنين لأنه هذول اثنيناتهم مجموعين. هذه هي راح نسميها معادلة رقم واحد. هذه المعادلة هي المعادلة اللي على أساسها نستخرج سيجما إكس برايم. هل بإمكاننا أنه نبسطها أكثر؟ إي نعم. هنا نلاحظ أنه عندنا قيم كوساين سكوير ثيتا وساين سكوير ثيتا وساين ثيتا كوساين ثيتا، راح أخليهم كلهم أحاول أوحدهم بمعادلة تكون شوية أبسط، نعوض بدال ثيتا 2 ثيتا. فنخلي ببالنا ونتذكر أنه الكوساين سكوير ثيتا حسب الدوالة المثلثية المشهورة تساوي لنا نصف 1 زائد كوساين 2 ثيتا، وساين سكوير ثيتا يساوي لنا نصف 1 ناقص ساين 2 ثيتا، في حين انه 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا يساوي لنا
ساين 2 ثيتا، عفوا هذه غلط، هذه كوساين 2 ثيتا. الآن الأمور صحيحة. الآن لو نعوض هذه المعادلات الثلاثة، نعوضها في المعادلة الموجودة أعلى، إيش راح ينتج عندنا؟ راح ينتج عندنا سيجما إكس برايم تساوي سيجما إكس على 2 1 زائد كوساين 2 ثيتا زائدا سيجما واي على 2 1 ناقص كوساين 2 ثيتا زائدا تاو اكس واي ساين 2 ثيتا. نبسط هاي المسألة أكثر، سيجما اكس برايم is equal to سيجما اكس بلس سيجما واي على 2 زائدا سيجما اكس ماينس سيجما واي على 2 كوساين 2 ثيتا بلس تاو اكس واي ساين 2 ثيتا. وهذه راح تكون عندنا المعادلة رقم 2. وهذه هي المعادلة اللي راح نعتمدها لحساب قيم سيجما اكس برايم. هذه هي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية اللي نحتاج انه نستخرجها هي سيجما واي برايم. حتى نستخرج قيمة سيجما واي برايم راح نرجع ناخذ السكشن باتجاه ثاني وليكن بهذا الاتجاه، ومن عنده نقدر نستخرج قيم سيجما واي. او بطريقة ثانية، بما انه هذا المحور عمودي على هذا المحور، فاقدر اسوي التالي، اقدر انه بدل قيمة ثيتا في القانون رقم 2 اعوض بثيتا بلس باي اوفر 2، بحيث انه راح يكون عندنا سيجما واي برايم is equal to سيجما اكس بلس سيجما واي اوفر 2 بلس سيجما اكس ماينس سيجما واي over 2 في كوساين 2 بدال ثيتا، راح نعوض ثيتا بلس باي over 2 بلس تاو اكس واي ساين 2 ثيتا بلس باي over 2. نسهل المسألة أكثر، راح تساوي لنا سيجما اكس بلس سيجما واي over 2 بلس سيجما اكس minus sigma y over 2 cosine 2 theta plus pi plus tau xy sine 2 theta plus pi. خلي ببالنا انه الكوساين 2 theta is equal to sorry cosine A plus B is equal to cosine A cosine B minus sin A sin B. وبالنتيجة راح يكون عندنا cosine 2 theta plus pi يساوي لنا cosine 2 theta cosine pi minus sin 2 theta مضروب في sin pi. طيب كوساين الباي يساوي لنا سالب واحد، وساين الباي يساوي لنا صفر، فالنتيجة راح تساوي لنا سالب كوساين 2 ثيتا. هذه هي كوساين 2 ثيتا
plus باي. similarly نتذكر انه ساين، خلينا نمسح نخليها بالسطر اللي بعدها، 2 ثيتا plus باي يساوي لنا ساين 2 ثيتا في كوساين باي زائدا كوساين 2 ثيتا في ساين باي. ساين الباي قيمته صفر والكوساين باي قيمته سالب واحد، فالنتيجة راح تساوي لنا ماينس ساين 2 ثيتا فقط. نعوض هذه القيم، هذه القيمة وهذه القيمة، نعوضها بالمعادلة أعلى، فراح يكون عندنا سيجما y برايم يساوي لنا سيجما x بلس سيجما y على 2 ناقصا سيجما x ماينس سيجما y على 2 في كوساين وثيتا ناقصا تاو اكس واي ساين 2 ثيتا. وهذه راح تكون عندنا معادلة رقم 3، واللي من خلالها نقدر نقيس ونعرف قيمة سيجما واي برايم. الآن بقى لنا شيء واحد فقط، هو شلون نستخرج تاو اكس برايم واي برايم. فنتذكر الفري بودي دايجرام مالتنا، أنا أرسمها بصورة أفضل. الفري بودي دايجرام مالتنا كان بهالصيغة هاي، هذه هي الزاوية ثيتا، الإجهادات اللي كانت موجودة عندنا هذه هي سيجما إكس، هذول هما تاو إكس واي، وهذا هو عفوا هذا هو سيجما واي. نتذكر أيضا المركبات، كان هذا هو اتجاه ثيتا، وهذا هو اتجاه ثيتا، وهذا هو اتجاه ثيتا، وهذا هو اتجاه ثيتا. طيب أيضا الإجهادات اللي ظهرت عندنا بالقطع على المحاور، هذا المحور سويناه تاو إكس برايم واي برايم، وهذا سميناه إكس برايم. ظهرت عندنا إجهادات، هذا سميناه تاو إكس برايم واي برايم، وهذا سيجما إكس برايم، عفوا هذا المحور كان اسمه واي برايم. طيب الآن لو ناخذ مجموع القوى باتجاه الواي برايم يساوي صفر، شنو اللي راح يظهر عندنا؟ على سطح القطع راح تكون عندنا تاو اكس برايم واي برايم في دلتا اي، راح اكتب من هنا من جديد، راح اكتب المساحات، مساحات هنا دلتا اي للتذكير، والمساحة هنا هي دلتا اي ساين ثيتا، وهنا دلتا اي كوساين ثيتا. نرجع نكمل القوى مالتنا، هاي القوى الوحيدة هي اللي عاملة بهذا الاتجاه. على السطح العمودي عندنا تاو اكس واي يشتغل بهالاتجاه، وعندنا ايضا سيجما اكس. فبالبداية خلينا نشوف السيجما اكس اتجاه راح يكون بهذا الاتجاه، وهي موجبة، فراح تكون زائدا القوة هي سيجما اكس في دلتا اي كوساين ثيتا، في المركبة مالتها راح تكون ساين ثيتا. تاو اكس واي ناقص تاو اكس واي في دلتا اي كوساين ثيتا، هاي القوة. في المركبة مالتها هنا راح تكون كوساين ثيتا. وننتقل إلى سطح الأسفل، عندنا أيضا قوتين، واحدة هي سيجما واي وراح تكون باتجاهها سالب،
sigma y في دلتا a ساين ثيتا في المركبة مالتها راح تكون كوساين ثيتا وأخيرا عندنا تاو اكس واي راح تكون اتجاه القوة موجب في المركبة مالتها اللي هو ساين ثيتا يساوي صفر مثل ما سوينا سابقا دلتا اي متكررة في كل الحدود لذلك بإمكاننا انه نحذفها وما راح تأثر على المعادلة مالتنا وراح نعيد ترتيبها بحيث راح تكون عندنا تاو اكس برايم واي برايم تساوي ماينس سيجما اكس ساين ثيتا كوساين ثيتا زائدا سيجما واي ساين ثيتا كوساين ثيتا ناقص تاو اكس واي كوساين سكوير ثيتا عفوا هذا زائد ناقص تاو اكس واي ساين سكوير ثيتا طيب هذه راح نحاول نسهلها بصورة أفضل نتذكر إنه 2 ساين ثيتا كوساين ثيتا is equal to sine 2 theta. Okay. Will cosine square theta is equal to 1/2 1 plus cosine 2 theta and sine square theta is equal to 1/2 1 minus cosine 2 theta. بالنتيجة راح نعوض هذه القيمة هنا وهنا وهذه هنا وهذه هنا فراح ينتج عندنا tau x prime y prime is equal to minus sigma x over 2 sine 2 theta plus sigma y over 2 sine 2 theta plus tau xy over 2 1 plus cosine 2 theta minus tau xy over 2 1 plus cosine 2 theta بسطها بصورة أفضل راح أخلي الإشارة السالبة سيجما x minus سيجما y over 2 في sin 2 theta plus tau xy over 2 داخل القوس راح يكون عندنا 1 زائد cosine 2 theta ناقص 1 ناقص هذا لازم يكون إشارته سالبة صح هذا لازم يكون إشارة سالبة راح يكون زائد كوساين 2 ثيتا وبالنتيجة تاو x برايم y برايم يساوي لنا إشارة سالبة سيجما x ماينس سيجما y over 2 ساين 2 ثيتا بلس tau xy في cosine 2 theta هذه هي المعادلة رقم 4 واللي من عندها نقدر نطلع قيمة tau x prime y prime
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو الأول من سلسلتنا الجديدة، نتمنى لكم أنه استفدتم من عدها. شكرا جزيلا.